بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، بمشاعر تفيض بالشكر والتقدير وفي أجواء يملأها السرور والبهجة وبقلوب تتطلع للإنجاز والنجاح، يتشرف مجلس الشورى بهذه الرعاية الكريمة، حيث تتفضلون حفظكم الله نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله بافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى وانطلاق دورة جديدة من عمر هذا المجلس الذي حظي طيلة مسيرته بدعم القيادة الرشيدة، وذلك إيماناً بدوره في عملية البناء والتنمية. فمرحباً بكم يا صاحب السمو. صاحب السمو، إن العمل التنموي الجبار والمتميز الذي تشهده بلادنا في هذا العهد الميمون لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة بعد أن رسمت رؤية 2030 المباركة التي يشرف عليها سموكم الكريم مساراً تنموياً متفرداً في أبعاده وأهدافه ومتنوعاً في طموحاته وعطاءاته، لتضع هذه البلاد المباركة أو ليضع ذلك المسار هذه البلاد المباركة في مكانها المستحق بين الأمم، وذلك من خلال العمل على صناعة الحاضر وبناء المستقبل والاعتزاز بالتاريخ العريق الممتد لهذه البلاد بقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص. أدى ذلك إلى تحقيق عدد من الإنجازات والنجاحات، ومن ذلك إقامة المشاريع النوعية العملاقة والمتميزة، ومواصلة تحقيق قفزات في عدد من المؤشرات، والحصول على جوائز دولية في عدد من المجالات، كما أن استضافة المملكة للعديد من الاجتماعات والقمم الدولية وغيرها من المؤتمرات والمنتديات والبطولات الدولية المختلفة تؤكد مكانتها وريادتها. يضاف إلى ذلك، بل وفي مقدمته، اهتمام القيادة الرشيدة هيدها الله بتقديم أقصى درجات العناية بالحرمين الشريفين وتسخير التقنيات وتطوير الخدمات المقدمة لقاصديهما، وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره. صاحب السمو، يطيب لي أن أعرض لسموكم الكريم بإيجاز أنه صدر عن مجلس الشورى خلال السنة الماضية، وهي السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس، 493 قراراً في مختلف الموضوعات التي يدرسها المجلس، منها 58 قراراً تتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح، و240 قراراً تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، و194 قراراً تتعلق بتقارير الأجهزة الحكومية، وغيرها مما يدخل في اختصاصات المجلس ومهامه. ويأتي ذلك في ظل الرعاية المستمرة والدعم الكبير الذي يلقاه المجلس من مقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، ومن سموكم الكريم يحفظكم الله. وفي الختام، اسمحوا لي يا صاحب السمو أن أرحب بأعضاء المجلس رجالاً ونساءً من الذين نالوا الثقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن أقدم الشكر للأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم على ما بذلوه من جهود طيلة مدة عملهم تحت قبة هذا المجلس، سائل الله سبحانه وتعالى يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويحفظ سموكم الكريم، وأن يديم على بلادنا نعمة الإيمان والأمن والرخاء، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.